يمكن حيت قلت لكم هاد الايام دسرتكم، كان هذه هي الحاجه الوحيده اللي درتها واخا الا غلط. الانسان ما يبقاش يفوح بزاف، ما يبقاش يتكبر بزاف، راه كاين مراحل باش يوصل الانسان اللي هو فيه الان. اما باش تجيو تستفزوني عرفتي، انا الا رجعت كما كنت راه غنجمع كل شيء. إذا كنقول لكم مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نرجعوا مرة أخرى للحديث حول النهاية ديال الملف ديال حمزة مومبيبي، وغادي نتكلموا على الخبر اللي ربما كان عايشوا في هذه الأثناء المتعلق بخبر اعتقال الفنانة دنيا بطمة بمدينة الدار البيضاء. وفي نفس الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا حول الفنانة لطيفة رأفت، وغادي نناقشوا واحد الخرجة إعلامية ديال مدير أعمال ديالها السابق اللي كيعرفها مزيان، واللي قدم واحد الشهادة واللي من خلالها يتهمها بمجموعة من الأمور الخطيرة والخطيرة جدا. ولكن نبداو الاخوه الكرام في هذه الاثناء اللي كنعيشوا النهايه ديال الملف ديال حمزه مومبيبي، اللي كنشوفوا بان تم تنفيذ الحكم في حق دنيا بطمة وتم اعتقالها في مدينه الدار البيضاء، وفي هذه الاثناء يتم نقلها الى مدينه مراكش للسجن اللدايه لتنفيذ العقوبه ديال السنه ديال الحبس النافذ في حقها في هذا الملف اللي بات معروفا بقضيه حمزه مومبيبي، ملف اخذ سنوات ولكن نهايه معروفه كما وعدناكم بها في سنه 2019 من اولى الحلقات ديالنا بخصوص هذا الموضوع، اللي كنا نقول اننا نؤمن بان القضاء والقانون فوق الجميع. كنت دائما كنوعدكم بأن القانون غادي يطبق على كل من تبت تورطه في هذا الملف، وبالتالي رغم أنه بعض الخرجات الإعلامية ديال دنيا بطمة كانت تستفز بعض المغاربة، كانت كتخليهم يشكوا وسيتم اعتقالها واش لا، ولكن في آخر المطاف تبين بأنه لا يصح إلا الصحيح وبأن القانون فوق الجميع. ولكن دائما ما وجب أننا نأخذ يعني مجموعة من العبر هذه الأمور اللي كتوقع. أول عبرة اللي كنشوفها الإخوة الكرام هي المسألة، وهذه مزيان ياخذوا من الناس العبرة، سيدام وسمة جوج ديال أوسمة فينا هي خرقات القانون راهي في الحبس. زيدوا على المسألة الثانية، طراء لا يفيد في شيء مع القانون، خرقات القانون راه في الحبس. المسألة الثانية ديال هي اللي خرجات كتوعد المغاربة، أنا غنيت الملوك، غنيت الرؤساء، غنيت الأمراء، فينا هي راها في الحبس. بمعنى الرسالة واضحة هنا. زيد على ذلك حينما نتكلم حول هذا الملف اللي ربما كان موضوع نقاش لسنوات، كنلقاو بأن تم استغلالهم طرف مجموعة من الأطراف على المستوى الإعلامي. كان هناك بعض المشككين في نزاهة القضاء المغربي، ففين هي هذه الأقوال ديال هؤلاء؟ فين هي هذه الفيديوهات ديال هؤلاء اللي كانوا كيخرجوا من خلالها ويشككون وكيحاولوا يكبروا الموضوع يعطيه أكبر من حجمه، وكيبينوا بأن الدنيا بطمة تأثير كبير وكبير على القضاء. اليوم يثبت من خلال الحقيقة ومن خلال الواقع بأن لا أحد فوق القانون. وأين ذهبت وعود بطمة اللي كانت كتوعد المغاربة وكتوعدهم نقدر نقولوا بأنه لن يتم اعتقالها، وكتقول لهم ولا عمركم تحلموا بهذه المسألة ديال تنفيذ القانون في حقي، أين هي الآن؟ هذه المسائل علاش كنقولوها وعلاش ربما نستحضرها الآن؟ لسبب واضح، لأن العبرة وجب أنها تتخاذ في مثل هذه الملفات اللي ربما إنسان يقدر يحس براسه محاط، يقدر يحس براسه بالشهرة ديالو، بالطراء ديالو، بالأوسمة ديالو، ممكن أنه يفلت من العقاب إذا ما خرق القانون، ولكن الواقع يقول شيء آخر. دير جوج ديال الأوسمة فما بالك اللي عنده غير وسام. الاخوه الكرام خليونا نمشيو نسمعوا الان لواحد من بين الخرجات ديالها المعروفه على السوشيال ميديا، ونشوفوا السيده كيف كانت تتكلم في الماضي وكيف هو الحاضر الان. نشوفوا ثم نعود. كبروا شويه في عقلكم، راه وقال هذا اللي كيسرب الاشاعات كنظن راه قدو قداش، يا وحده قد الحيط يا واحد قد الحيط. دونك نتكلموا شويه، راكم ماشي ابطال على فكره، اللي داير فيها باغي يلقى حمزه مومبيبي وهاد الحجاج، راك ماشي بطل وماشي بطاله. الملاحظه الاولى انه من خلال السيده كتقول بانه يتم نشر عليها مجموعه من الاشاعات، وكتشوفوا اللغه المنحطه باش كتكلم مع المغاربه. هنا علاش شنو اللي كيخلي ربما ما هو الشيء الذي يجعل ان الانسان يوصل لهذا المستوى انه يهبط المستوى ويتكلم مع المغاربه بهذه اللغه المنحطه، يدي يتكلم على الاشاعات؟
ان الانسان البريء كيخرج يبدا يتخبط بكثره الى التورط ديالو هو اللي كيخليه يقوم بمثل هذه التصرفات لا اخلاقيه ويتكلم. ولكم امثله عديده في ذلك. انسان متورط كيخرج كيفاجئ المغاربه بتصرف غير معهود وغير مألوف ويبدا كيتهدد على المغاربه، والنتيجه في اخر المطاف هي معروفه. الا كان حمزه مبيبي كيقلبوا عليه البوليس، راحت حمزه مبيبي مليون الف واحد دير شكايه. داكشي علاش كيقلبوا عليه حمزه مبيبي، راه ماشي حيت ما عرفت شنو. واو او ماي جاد. هذه نقطه مهمه، هي كتكلم وكتقول حمزه مبيبي عليه الملايين من الشكايات بالشهاده ديال اللسان ديالها، ولكن هذا ربما فيديو قديم. ولكن اليوم حينما تغير الوضع، وربما نقدروا نقولوا بان الحلول ما بقاتش عندها يعني في هذا الملف هذا، بدات كتحول الكلام وكتقول بان هذا هو عباره عن خلاف بسيط بين جوج ديال الفنانه، وهي بفمها تصرح بان الحساب عليه ملايين من الشكايات، بمعنى ان الحساب الضحايا ديالو كثار يعني بشكل اللي هو كبير، وبالتالي لا علاقة للمسألة بأنه خلاف بسيط كما تحاول أن تصوره الآن في السنة ديال 2024. راه الواحد ملي كيكون عنده عليه بزاف ديال الشكايات اوتوماتيكمون البوليس يقلب تيدير خدمته. تكالموا شوية، راه عندنا قانون في البلاد، راه هو بوحدو اوتوماتيكمون غادي يقلب ويلقى داك الشيء بلا ما تنوضوا تسعروا وتنوضوا تهضروا. ولا راه حتى الشرطة ديالنا راه ماشي صغيورين، شتوما مراد واحد ما كيحكش راسو. كونوا شويه شوف، راه واحد الفئه واحد النهار قلت لهم مكلخين حيت ولاو كيطيقوا اي حاجه واخا تكوني قدامك. واش اليوم هذا هو مستوى الفنان حينما انا كنقولوا الفنان وكيوصل به الحد الى سب المغاربه؟ هاد المساله ما كدارش، وربما مازال غادي نشوفوا بحال هاد أمثلة كتبان على السوشيال ميديا، لأنه السنة ديال 2024 غادي تورينا بأن كاين بزاف ديال الناس اللي كيعتبروا راسهم بأنهم فوق القانون وفوق الحساب. علاش؟ بكل بساطة لأنه يظن هو كيبدا يتخيل له مجموعة من الأمور اللي لا علاقة لها بالواقع. كتهضري معاه ما كيتيقكش أنت ولا مش أنت، تخيل وصلنا لهاد الدرجة. هاويلي، كونوا شوية كتفكروا بعقلكم. أحكى دنيا بعض ما تشدات، عاجي وتشد. اقولوا لي واش عاجي وتشد؟ لا، اللي كيسرب هذه الاشاعه كنقول ليه تكالما مع مخك، راه كتقول شي حاجه ما كايناش وما غتكونش عمرها غتكون. يمكن حيت قلت لكم هذه الايام دسرتكم، كان هذه هي الحاجه الوحيده اللي درتها وقيله غلط. تكالموا معايا. شفتوا معايا العبارات اللي بالوجه ديالها واللسان ديالها اللي كان فيه تهديد واضح؟ انا علاش كنقول هذا الكلام الان؟ هنا ربما احنا راه وصلنا للنهاية، الاعتقال اللي كان الكل ينتظره تنفيذ العقوبة يعني في هذا الملف احنا وصلنا ليه، ولكن كنقول هذا الكلام دائما للعبرة، بأن الإنسان اللي كيلجأ لمسألة ديال التهديد كيبدا يخرج كيقول لك عليا إشاعات عليا كذا، ويلجأ للمواجهة المباشرة مع المغاربة ويهدد المغاربة، راه معروف شنو تحت منه. المسألة مسألة وقت، اليوم احنا كنقولوا كلام ننتظر تمر يعني شيء من الوقت تغير الأمور تغير الأرقام وغادي يبان واقع آخر. أما بالنسبة لشوف تي في ما غنقول عليكم حتى شي كلمة، غير أنني اللي نقدر نقول لكم هي أنني درتكم في راسي فقط. شي نقدر حكا دنيا ممنوعة من السفر، قلبتوا في المطار جتوا شي ورقة، خليوا داك الوسخ خليوها بيناتنا بعدا، ما تخرجوش لبرا، راه حتى حد ما غيتيقكم ما كيضحكوا عليكم، ثقوا بيا. كبروا شويه حيت انا والله ما كنتفاك، وقسما بالله ما كنتفاك وما كنعياش، وعمر شي واحد اللي كينوليا الخايب، شي واحد كينوليا شي حاجه خايبه والله ما كتيسر ليه، وديما ربي مسهل عليا وديما ربي حافظنا. هاد المساله ديال الحلوف اللي كتقول هي كتحلف وكتعاود تحلف وتكرر المسألة ديال الحلوف، ما كتفكركم في والو. قرأ واحد المقال هنا اللي وضعته لطيفة رأفت، اللي كتقول فلهذا أقسم كما أقسمت وبمن نفسي بيده عز وجل لن أسامح أي أحد وكذا وكذا. بمعنى نفس اللغة كتكرر لما لا يقال حتى حاجة، ما لا يقال والو، لأن الإنسان بريء خليك بعيد. اما انك تواجه مع المغاربه وتبغي تقمع المغاربه وتبغي تقمع حريه التعبير وتبدا كتسب المغاربه
وبدا يبان لك راسك بانك موسم صافي بان ولاد الشعب ما كيسوا والو، وتبدا تبغي تحاسب المغاربه حتى اللي كيتكلموا في التعليقات وتبغي توصلهم للقضاء. هذا كله كيطرح يعني مجموعه من علامات استفهام. شنو وصلك انت يعني في الفن ديالك، مجال ديال الفن، كتخرج كتولي كتبغي تنتقل لامور اخرى في المواجهه مع الشعب المغربي، قمع حريه التعبير، تكذيب الاخبار اللي ربما موثوقه وتقول عليها بانها اشاعات. الحمد لله راه ما كنبغيوش نشوفوا هذا الشيء خايب في المغرب، راه هاد البساله راه داعت، راه ريحتكم عطات في انستغرام ودرتوا هاد البلبله كامله وشيش كله كيلغي بالغاه، كله كيلغي بالغاه، غير هو والغي هو اللي بغيتو والله ما كدروني. اما اللي وصلوا لقضيه الشدان الا راه كتخلعوا الناس، اما باش تجيو تستفزوني عرفتي انا الا رجعت كما كنت راه غنجمع كلشي. شنو بقى من بعد هذا الكلام؟ السيده اللي كتقول لك الا رجعت كيف ما كنت غادي نجمع كلشي، شنو بقى من بعد هذا الكلام؟ السيده كتجمع كلشي، المغاربه كاملين كتهددهم بلغه اللي هي واضحه جدا. ولو هذا الشيء دار من طرف اخر مثلا مي ناعمه ولا كذا، ربما كانوا بزاف ديال الاطراف غادي يتكلموا، ولكن لان هي عندها جيش ديال الاعلاميين كيدافعوا عليها وكذا، راه حنا كنشوفوا الامور كيفاش كتوقع يعني على مستوى السوشيال ميديا للاسف. ما يحتاج تبرير، ما يحتاج، ما يحتاج، راه بعقلكم واش نتوما حمقين؟ واش حيت تلقوا في الاول ان اشاعه حنا حمزه مون بيبي صافي تبعي، واش نتوما حمقين؟ راه كاينين شي فنانات ما حطش عليهم حمزه مون بيبي، علاش ما قلتوش هما؟ لا دنيا باط ما خص دنيا باط ما يخشيوها في اي حاجه. اذا اللغه اللي كتكلم بها السيده حنا شفناها للاسف. حنا غادي نحاولوا نكملوا القراءه ديال الاخبار اللي خرجت بها الصحافه، اللي كيقول الخبر عاجل اعتقال الفنانه دنيا باطمة. علم موقع برلمان كوم من مصادره ان عناصر من الشرطه القضائيه اعتقلوا اليوم الاربعاء الفنانه دنيا باطمة بمدينه الدار البيضاء. وحسب ذات المصدر فقد تم توقيف الفنانة دنيا باطمة قبل لحظات بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء. ووفق ذات المصادر فقد انتقل عناصر الشرطة القضائية بمراكش إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا باطمة من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها. جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد رفعت خلال شهر يناير سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا باطمة إلى سنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 10,000 درهم في قضية ما عرف لدى الرأي العام بقضية حمزة مومبيبي. كان ربما هذا خبر الذي انتظره المغاربة لهذه السنوات بكاملها. اليوم كما نقول نأخذ العبر من خلال هذه المسائل اللي كتوقع، ومن خلال الناس اللي مازال عندهم ربما النية ديال ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو الاستغلال السيء المواقع التواصل الاجتماعي وكل حالي الأمور اللي هي متطورة يستغلها بواحد شكلي وسيء في التشهير، في السب، في القذف، في تصفية الحسابات. للأسف كل هذه الأمور اللي كتوقع هذه ليست من أخلاق المغاربة، وعليها المغاربة استنكروا هذه المسائل بشكل كبير وعبر عبر يعني تسلسل يعني السنوات. أما الآن الإخوة الكرام ربما ننتقلوا للموضوع الثاني، رغم أن الموضوع الأول فيه كثير ما يتقال، ولكن أنا جايب لكم الجديد في الحلقة الثانية اللي غادي تكون من بعد هذه، لأن كنت غادي نتكلم على ديك المعطيات في هذه الحلقة، ولكن مادام أنه كاين الاعتقال نتوقف واحد الاعتقال، ولكن في الحلقة المقبلة غادي نمشيو الأمور أخطر وأخطر بكثير، يعني بخصوص القضية ديال حمزة مومبيبي واللي ربما وقعت خارج المغرب. أنا كنتكلم على ما وقع في دولة الإمارات، ولكن حنا غادي نرجعوا لهذه الأمور والقضية ديال وئام التحماني وكثير من الأمور غادي نحاولوا نرجعوا نتكلموا لها. أما الآن الإخوة الكرام ربما نعود للحديث حول قضية لطيفة رأفت والخرجة الإعلامية ديالها اللي للأسف كنتأسف مرة أخرى بأنه من خلال تتبع ديالي الجرائد العالمية ومن خلال تتبع ديالي لما يقع بشكل عام يعني في عالم السوشيال ميديا، لقيت بأن ذاك الخبر اللي خرجت به عبر الحساب ديالها واللي كتقول بأنها غادي تدعي المغاربة اللي كيكتبوا في التعليقات هاد المسألة اللي ما عمرنا حنا سمعنا شي واحد بغى يسكت المغاربة. المغاربة في الحلقة السابقة قالوا لي بأن هادشي هذا راه تأخنوش ما داروش لنا، تأخنوش لم ينجح في قمع حرية التعبير في المغرب، راه أخنوش وكنسبوه وكنعايروه وما كنخليوه ما نقولوا فيه
عمر وصلت المسألة ديال أنني غادي نوض غادي ندعي المغاربة وغادي ندير غادي. فالمغاربة محقهم يقولوا أي حاجة في التعليقات، هذوك التعليقات كيبقاو، أنت كتقولي فنانة كتبقي في المرتبة ديال الفنانة. ولكن اليوم يطرح السؤال علاش هذا النزول بشكل اللي هو كبير بزاف، ونقول بأن واحد القضية ما عمرنا شناها، كيتوضعوا سكرينات ديال الناس عاديين مغاربة عاديين بسطاء كيكتبوا التعليقات. اليوم كنهز التعليقات وكنقول لهم بأنني غادي ندعيكم، كنهز سكرينات ديال يوتيوبر كنفبرك ديك المسائل، كنكتب داك الشيء اللي بغيت، وكنخرج بما قال عامر بالحلوف، عامر بواحد اللغة، بواحد اللغة كتخليك تحس بأن السيد هذا به شي حاجة ماشي تلتما، كتخليك تحس بأن هذا السيد هذا خايف بشكل لي هو شديد من نقاش ديال هذا الملف ديال إسكوبار الصحراء على مستوى الانترنت، باغي يسد الفم بأي طريقة من الطرق، باغي الناس أنها ما تتكلمش. وإذا رديتوا معايا البال هذا هو الواقع ديال ملف حمزة مومبي في البداية، مني عرضت عليكم الفيديو ديال دنيا باط، ما راكم سمعتوا الكلام، تهديد غادي ندير غادي نفعل، والحلوف نفس اللغة. علاش الإنسان، علاش دنيا باط ما دارت هكاك في البداية؟ لأنها تعلم علم اليقين بأن الناس إذا ما بقات غدا كتناقش ستصل إلى حقائق، ستوضح الأمور للرأي العام، وبالتالي المغاربه غادي يعيقوا، غادي يبداو كيصنكروا ديك المسائل اللي كتوقع، وغادي يبداو كيطالبوا بتنزيل اشد العقوبات في حق المتورطين في هذا الملف ديال حمزه مومبيبي. السؤال يطرح الان، هاد السيده مادام خرجت بهذه اللغه وابتعدت على التصرفات اللائقه بمجال الفن، لان اللجوء للقضاء انا لا اعلم بوجود اي مسطره قانونيه كتقول لك قبل ما تلجا للقضاء خرج قم بالتشهير، لأن حينما نتكلم عن جريمة التشهير وهي حينما تقوم بنشر أخبار أو معلومات كاذبة أنت تعلم بأنها كاذبة، يعني قمت بالفبركة قمت بالتصوير وأنت تعلم بذلك وكتنشر على واحد الشخص وتسيء لسمعته، هذا هو السقوط في جريمة التشهير والفبركة. الآن للأسف حينما نتكلم عن الواقع كنلقى بأن جرائد أمريكية، جرائد أوروبية، جرائد عالمية تكلمت على ذاك المنشور اللي دارت وقالت بأن لطيفة رأفت ستقاضي مؤثرين وغادي تقاضي المغاربة اللي في التعليقات، وللأسف ذكر الاسم ديالي على المستوى العالمي لدرجة أن الذكاء الاصطناعي دابا مؤخرا الذكاء الاصطناعي كتسولو حول الأخبار كيقدر يجمع لك الأخبار ديال العالم كامل، يعني في مقال صغير ملي كتسولو كيقول لك كذا كذا وكيجبد الاسم ديالي وكذا، بمعنى ان الضرر اللي تسبات لينا فيه بغض النظر انت في قضيه ديال اسكوبار تذكر الاسم ديالك، كاينه امور اللي هي في المحاضر حنا غادي نجيو لها في الكلام، شنو اللي غادي يخليك بغيتي تلجئ للقضاء سير للقضاء، ولكن شنو غادي يخليك تنشر ديك المسائل ونتكلم باللغه ديال الحلوف واللغه ديال الترهيب؟ بمعنى بحال كتقول لك ما تتكلمش خيط فمك، هذا هو هذا هو المضمون أو المغزى ديال هذا المقال، لأن كما قلت لكم لا توجد أي مسطرة قانونية كتقول قبل ما تلجأ القضاء خرج فضح وخرج شهر وخرج دير شرع اليد على السوشيال ميديا، دي ما كيناش، ما كاينش شي مسطرة يعني من هذا النوع على حد علمي. ولكن الإنسان ملي كيخلق مسطرة لنفسه بهذه الطريقة هذه قضية معروضة أمام القضاء، قضية كبيرة وحساسة، وانت كتخرج بواحد السرعة ديال البرق كتاخذ سكرينات بلا ما تفكر وبلا ما تقلب غير باش تستعملها في واحد الهدف اللي هو معين، وتخطئ في الاختيارات ديال السكرينات اللي غادي تاخد، لان حتى الفيديو اللي هزت الصوره ديالو ما قلنا فيه والو، وحنا كان لنا قرار بان الموضوع ديال اسكوبار الصحراء نتريت فيه بشكل كبير، كان لنا التعليق فقط على الخرجه الاعلاميه ديالها، واشرنا لبعض الامور من خلال التحليل ديالنا، ولكن باش نتعمقوا كان لنا قرار نتسناو حتى شنو غادي تبين الامور من ناحيه الابحاث والامور اللي كاينه داخل المحكمه، ملي غادي تبان كنا متاكدين بان التغطيه الاعلاميه ديالنا غادي تكون حاضره بقوه، غادي تكون حاضره بقوه، هذه مساله لا شك فيها. لكن واحد قال كلام بسيط خرج كتشهر، هنا يطرح السؤال، المساله اللي بغينا نمشيو ليها الان، هاد السيده منين خرجت ولحقت بينا هاد الضرر وكل هاد الامور؟ الان المغاربة استنكروا ديك المسألة، راكم شفتوا الحلقة السابقة قالوا لي راه حتى أخنوش ما قلناش داك الكلام، كيفاش جيتي اليوم بغيتي تسكتينا؟ واش لأن فقط وصلتي للثراء وصلتي للمسألة ديال الوسام الملكي وكذا غادي تبداي كتكبري علينا وكل هاد الأمور؟
وتقولي بانك غادي تدخلي، كيفاش كيف يعقل وحده لاباس عليها غدا ولا بعد غدا تكون في المحكمه وتدخل واحد اللي مسكين كيتقاتل مع قوت ديال اليوم ديالو وتدخلو للحبس وتيتم عائله ربما وعندها مساله عاديه؟ واش الفنان كينزل لهذا المستوى؟ السؤال راه رؤساء ووزراء وما عارف شنو كيتقال فيهم ولا كيتقال ما كيوصلوش، ولكن الوصول اليوم لهذه النقطه هي تنذر باشياء اخرى وجب اننا نوصلوا لها، وجب اننا نوصلوا لها. ونقول لكم واحد النقطه اللي هي مهمه من خلال المحاضر اللي خرجوا، اللي انا ما كنت ما باغيش نتكلم عليهم لانك تقول بان ديك المحاضر سربت كيف ما كان الحال، ولكن سربت سربت، راه الواقع واقع. ملي كتقرا ديك المحاضر كتلقى بانه كاين اقوال، كاين اقوال جد خطيره واتهامات جد خطيره، ناس قالوا اشياء واتهموا هذه السيده باشياء اللي هي جد خطيره. واش تفتح بحث يعني في هذه المساله؟ شنو كانت النتائج ديال هذه الابحاث؟ ما صحه هذه الاقوال؟ واش هذا الشيء اللي كيقولوه في هذه السيده هو صحيح ولا كذوب؟ كل هذه المسائل تطرح فيها السؤال. كوني متاكده لطيفه رأفت كنتمنى انا اكثر واحد ربما كيتمنى لك يكون ما عندك حتى علاقه بهذا الشيء هذا اللي كيوقع، ولكن اذا ما كان عندك علاقه بهذا الشيء هذا، اذا ما كان عندك علاقه واثبت التحقيق ذلك، كوني متاكده بان التغطيه الاعلاميه الرسميه اللي ربما غادي تكون متواصله لهذا الشيء هذا غادي يكون في الحاله في القناه ديالنا بدون ادنى شك، وما غاديش يتوقف الى حين النهايه ديال الملف كما اليوم كتعيشي معنا النهايه ديال الملف ديال حمزه مومبيبي. والتشعب ديال الملف ديال حمزه مومبيبي واللي خلى هاد الناس سايقين في راسهم وكيهدوا بديك الطريقه، وهي ان كانت لهم علاقات بعض الشخصيات السياسيه كما كانت كتقول هي، بعض الشخصيات السياسيه سواء يعني في دول الخليج او كذا، اللي كانت كتظن بانهم غادي يضغطوا على القضاء المغربي. في اخر المطاف تبين بان كاين والو، بان القانون فوق الجميع، ومهما تكون السلطه ديالك ومهما تكون الناس اللي دايرين بك كيفاش دايرين، النتيجة واحدة. وهذه المسألة خصنا نآمنوا بها يعني في جميع الملفات، واللي غادي ننتظروا ونترقبوا، وانا نعاود نوعدكم كما وعدتكم في السنة ديال 2019 يعني في الملف ديال حمزة مومبيبي، حتى في الملف ديال اسكوبار القانون غادي يكون فوق الجميع، ولا بتكون الشخصية السياسية اللي واقفة معاك او الامنية او اللي كان او الرياضية اللي كان اللي يوقف معاك لن يجدي نفعا في تغيير مسار القضاء يعني في هذه الملفات. ولكن حنا هاد السيده اللي اختارت هاد الطريق هذا ديال انها تواجه المغاربه، وحتى ربما شنا الوزير وهبي اللي خرج كيقول بانه رفع دعاوي قضائيه ضد مؤثرين ونشطاء وصحفيين وبعض المغاربه يعني بشكل عام، انا اظن بان هاد الناس اخطاوا الطريق، بان المواجهه دائما مع المغاربه. اللي كتبغي تواجه المغاربه بهذه الطريقه ديال القوه، بمنطق ديال القوه، راه شفنا بان جميع المعارك مع الشعب ملي كتخرج تواجه الشعب وكتقلل عليه الحياه كما دارت الدنيا فاطمه، هذه معارك تنتهي بكسر العظام للاسف. مولاها كيخسر خساره اللي هي غير عاديه لا هو لا الناس اللي دارين به، سواء جميع الارتباطات ديالهم، وبالتالي النتيجه واضحه. يعني المساله مساله ان الانسان يتسنى الساعه ديالو بشكل عادي وبكل روح رياضيه، ما كاينش المشكل. الان نمشيو نسمعوا المدير الاعمال ديالها شنو كيقول على هذه السيده، لان السؤال يطرح. انت كتقولي بان شهير وهذا والاولى واقرب الناس ليك اللي كان خرج قال الكلام، ما شنكش درتي عليه داك المنشور؟ علاش؟ واش لانه ربما ما كتكلمش على اسكوبار الصحراء؟ يطرح سؤال، نمشيو نسمعوا المدير الاعمال ديالها ثم نعود. نور الدين طنطاوي من المواليد. وعلى فكره الاخوه الكرام، هذا كان انا شفت يعني الخرجه الاعلاميه ديال مدير الاعمال ديالها السابق، كانت خرجة إعلامية جد مؤثرة وتأثرت بها أنا بشكل كبير، ما نكذبش عليكم الإخوة الكرام، لأنها تلخص واحد الواقع اللي هو خيب بزاف، تلخص لواحد الواقع اللي هو مرير، اللي ملي كنتكلموا على أمور اللي هو من خلال النقاش ديالو تكلم عليها، لأن الإنسان كينسى الأصل ديالو، في بعض الأحيان الإنسان كينسى الأصل ديالو، وجب أنك تفكروا بالأصل ديالو. الإنسان كينسى الأصل ديالو لدرجة كيعتقد بأنه ماشي بحاله بحال المغاربة، راه كاين اللي كيسحب لي راسه اميره اولا شيء يعني من هذا القبيل، اولا كما قلت لكم يعني في واحد الحلقه كيولي يسحب له راسه هو بحد ذاته راه مؤسسه. هاد الامور ما كايناش، بحالك بحال جميع المغاربه، و الا طلعوك المغاربه غادي يهبطوك المغاربه.
وإلا بغيتي أنك تحاول تواجه مع المغاربة ولا تهدد المغاربة، رقنا لكم المعركة مع المغاربة باش كتسالي. وغادي يتكلم على مجموعة من الأمور من بينها نكران الجميل، إنسان ملي كدير فيه الخير وكينكر داك الجميل بواحد الطريقة مقززة اللي غادي تسمعوها من خلال الكلام ديالو. ثم نسمعوا الآن ثم نعود للتعليق. 1958 عازف سابقا، عازف منفرد سابقا في الجوق الوطني ديال الرباط، وأستاذ في المعهد سابقا مادة آلة الكمان، عازف كمان، ومدير أعمال الحاجة لطيفة رأفت سابقا. وراه قال لك الحاجة يعني هنايا احترام كبير ما بعده احترام يعني، والسيد يتكلم بكل لغة، وربما الكلمة ديال الحاجة لها دلالات. نكملوا الإخوة الكرام ثم نعود. وهذا الشيء علاش أنا هنايا، الإخوان اللي ما كيعرفونيش نقول لهم شكون هو نور الدين طنطاوي في كلمتين بالضبط. نور الدين طنطاوي هو ما يطلق عليه بالجندي المجهول. انا خدمت مع عده مغنيات انا والوالد ديالي الله يرحمه، واحد المجموعه ديال الاخوان، حنا كنتعتبروا الجنود المجهولين، كنا سبب، ماشي خدمنا، كنا سبب في نجاح واحد المجموعه ديال المغنيين اللي هما دابا كيتعتبروا كبار. علمناهم وقريناهم وريناهم ووقفنا معاهم، ورانا عارف انهم ما تعجبهمش هذه الهضره، عارف انهم ما كيرضاوش انا نقول لهم علمناهم. واسيدي راه علمناكم، ترضاو ولا ما ترضاوش. بالصدفه طحت في واحد الفيديو ديال الاخت لطيفه رأفت كدير واحد ندوه صحفيه بمناسبه مهرجان الموازين. طيب غادي نتكلم على الفقره اللي كتهمني انا. كتقول هاد السيده بالحرف، انا اول مطربه كان عندها مدير اعمال. اولا كنقول لها هذا خطا، كانوا الناس قبل منك عندهم مدير اعمال ديالهم، على سبيل المثال نعيمه سامي، حنا نقدر نعيمه سامي على سبيل المثال. ثانيا كتقول هاد القضيه ديال انا وانا الانسان، لان هاد الندوه الصحفي ربما شفتها، ولكن الانسان ملي كيبقى يكثر من الان انا انا بزاف، وهاد الاستعلاء على المغاربه وانا اول وحده وكذا، احنا راه كنبتعدوا على المجال ديال الفن، لان الفن راه مقرون ربما بالتواضع، الفن مقرون بالاخلاق، الفن مقرون بالتسامح. لان اليوم ما يمكنش نخرج في مقال كنقول على راسي فنانه وكنخرج كنقول بانه لن ولن اسامح. هانتي كاع بصح شي واحد سبك، هانتي بصح شي واحد عايرك، لكن كتبقى فنانه، فن كما قلنا يعني مقرون بالتسامح بامور اخرى. حتى إذا بغيتي تلجئ للقضاء ما ديريش هادشي، ولكن هاد القضية ديال الحلوف ولن أسامحها كتبين بأن كاين شي حاجة أكثر من الطاقة ديالك اللي خرجتك على هاد، بأن حميد العلوي زوجها هو اللي كان مدير أعمال، ومن طبيعة الحال لأنه بصفته زوجها راه كان مدير أعمال ديالها، كيف كان مدير أعمال ديال الزوجة ديالو السابقة اللي قبل منها فاطمة مقدادي، ومن بعدها عاوتاني الآن مع كيظهر لي مع الأخت الوادي مطربة هي تبارك الله عليها، راه هو مدير أعمال ديالها وزوجها في نفس الوقت. على أين هذا موضوع آخر. وكتقول بالحرف وكان من بعده نور الدين طنطاوي. هاد ملي جبدت نور الدين طنطاوي جبدته بعدا بواحد الطريقه استهزائيه، يعني كان قالت حداها سي حسن النفالي اللي هو توا بالمناسبه كنوجه ليه التحيه وكنقول له كل الاحترام، وهو اول واحد شاهد على هذا الموضوع ديال مدير اعمال. كنت كنتمنى انه يصلح لها هذا الخطا، ينبهها سيد سكت ما هموش امر. انت الناس اللي كنا واضعين فيهم الثقه وكنتعاملوا معهم بواحد الطريقه جديه ومعقوله، دابا فقدنا الثقه ديالهم فيها. ما عليناش حتى انا ما بقاش كيهمني اصلا، لا هو ولا اي واحد غيره ما بقاش كيهمني، حتى انا بعدت من هذا الميدان. الميدان فيه عيش الشياطين وفيه التماسيح. لا سي بن كيران دارت عند سي حسن النفالي وقالت لي كان الدين طنطاوي ما عرفتش 6 شهور ولا 7 شهور، اول واحد كيعرف بان هاد السيده انا خدمت معها اكثر من 7 سنوات، وهو براسه من نهار كان كيبغي لطيفه رأفت معايا انا كيتفاوض. هو كيقول بانه كان مدير اعمال ديالها لازيد من 7 سنوات. خلال الندوه الصحفيه كتقول بان المده كانت ديال السيد وقالتها باستهزاء كما سمعتوا، انه كان مدير اعمال ديالها فقط ديال 6 اشهر. وهنا نحن نعلم يعني المقوله الشهيره اللي كتقول من علمني حرفا صرت له عبدا. الانسان ما خصوش ينكر الجميل، وهذه امور ماشي حنا خصنا نقولوها، هذه امور اللي خصها تكون مطبوعه وكاينه يعني في القلب ديال كل فنان، والاعتراف يعني بواحد دار فيك الخير وكيقول بانه علمك ودوز معك سنوات ودوز معك المره والحلوه كيف ما كنقولوا، سافر معك كذا، تجي في لحظه تقول هذا الكلام، هذا يطرح السؤال. لان هذا الشيء علاش كنطرحوا فيه السؤال الان، كنتكلموا حول الشخصيه ديال الانسان، هو كيف يتصرف. حتى فيك الخير 7 سنين نكرتيه في جوج ديال الثواني،
مهما يوقع الخلاف ومهما تكون الخلافات ما يمكنلكش انك تنكر الجميل. المغاربه معروفين دايرين فحال هكا. وانا قلت المقوله الشهيره من علمني حرفا، انا كنتكلم الان على حرف، من علمني حرفا صرت له عبدا. وانا كنامن بزاف بهذه المقوله. الانسان كيتفكر دائما الخير ولو باشياء اللي هي بسيطه، تعلمتيها او لخديتيها. وهو تا هو خدمت معاه مده ديال 50 او ما يزيد ملي كان مهرجان الرباط قبل ما يتحول الاسم ديالو للموازين. هاد السيده كنقول لها بان هادشي اللي دارت راه حشوم عليها، خاصها تتقى الله وما تبقاش تكذب. انت مطربه وكتعتبري راسك فيديت، ما خصهاش تبقى تكذب على الصحافه لان لطيفه رأفت. ايوا هاد السيده كذبت على الصحافه في هاد القضيه ديال نور الدين طنطاوي، وكذبت عنا حنا ايضا مره اخرى. هذاك ماشي كذوب، هذيك جريمه، هذيك جريمه اللي دارت. اللي اليوم التشهير اللي وقع لنا اللي لحقات بين هاد السيده الضرر وقع على المستوى العالمي. كنشوفوا بانه صحف دوليه كتكلم على الاسم ديالي والاسم ديالها وراه امور هذا وترهيب. علاش؟ شنو اللي غادي يوصل الانسان عندك قضيه معروضه امام القضاء انت بريء وخارج كتحيح، ثم اختاريتي انك تحيح شويه، اختاريتي انك ترجع للور، مسحتي المنشور. اذا هذا الاضطراب، هذا الاضطراب ما بين هنا وهناك راه كيبين شي حاجه ماشي هي هذيك. هبطت شي من السما فيديت، ما هبطتش هكاك. لا راه هبطت هي، راه بدات هي من الصفر لا شيء. ماشي كي كانت لطيفه رقفت، كانت بحالها بحال اي بنت عادي وبحال اي صوت عادي. ماشي شي نهار عرفنا حنا لطيفه رقفت، جابها حميد العالوي في واحد الصهر كنا في مولاي بوسلام كندير واحد الدونج، جابها اي صوت عادي عادي، ماشي شي حاجه غريبه وبهراتنا ونضنا كنتهتفوا عليها وفنانه ديال المستقبل. لا كانت عاديه، كانت كدات سميتو من بعد ولات كتجي للرباط، كتجي لعندنا الاوتيل هيلتون، كنا كنخدموا تما في المطعم ديال الاوتيل هيلتون، انا كنت قابط تما الحفل سميتو، وكتجي كتجلس في الدروج، في الدروج ديال السكور باش لعل وعسى تلقى شي فرصه كيفاش تدوز تغني. هي كطلبنا وكل شيء انا، وكتسنى حميد العالوي حتى يجي باش ربما تلقى شي فرصه كيفاش تغني. الوقت اللي شفنا ان السيده عندها واحد القريحه وكتضرب واحد التمار وكذا، وكان وقع مشكل بين حميد العالوي وفاطمه المقدادي، يعني تحيدت هذيك من الطريق، جات يعني احتضنها حميد العالوي الله يجازيه بخير، احتضنها تزوج بها واحتضنها وبدينا معها، لان احنا كنا دايرين واحد ليكيب حميد العلوي وانا عدو بلا ما قلت انا وزي محمد الساكسوفون وحمد محمد عمار عزام الله يرحمه عازف العود، واحد المجموعه ديال الاصدقاء كنا احتضناها كاملين، وحنا كنا بمثابه اساسيده ديالها. انا ما عرفت هي ما عرفتش علاش من عيب، علاش انسان كيخبي هادشي. هذيك كنا اساسيده ديالو، علمناها حنا كيفاش تغني، لان عرفت شنو المشكل ديالها، صوتها محدود. انا دابا كنتكلم بطريقه علميه وغادي يفهموني الموسيقيين الفنانين، صوتها محدود ما كانش اوكتاف، يعني باش يمكن لها تغني خصها بزاف ديال التمارين. حنا علمناها التمارين وعلمناها الصنعه كيف كنقولوا حنا في الميدان ديال، علمناها الصنعه وعلمناها التحرميات ديال كيفاش تلعب بصوتها وكيفاش كذا وكيفاش كذا باش وصلت هذا المستوى، مع شويه ديال الجهد ديال الاخوان وشويه ديال الزهر وصلت لواحد المستوى. انا اشتغلت مع لطيفه رأفت في الازمه الكبيره ديالها، كيف ما كيسمح لي قلت في الازمه الكبيره ديالها، لان الوقت فاش إذن على حسب التعبير ديال هذا السيد ربما كيقول بأنه أعطاها الحرفة كما كنقولوا من خلال التقنيات الصوتية وكل الأمور، كان المقابل هو نكرة الجميل من خلال الخرجة الإعلامية ديالها على حسب التعبير ديالو. ففي السابق كان الشيء اللي تعطاها واللي يشرف أي مغربي هو المسألة ديال الوسام. اليوم المقابل هو فيديو اللي كيخرج للسوشيال ميديا فيه كلام ديال خليوني نبغي بلادي، وفيه إقحام أسماء مسؤولين أمور ما عندهم بها حتى شي علاقة. إذا للأسف أنا باش قلت لكم وجب أننا نمشيو شوية بشوية نحلو الشخصية ديال الإنسان باش نعرفو شنو كاين تما، لأن هنا السيد كيتكلم حول الكذب، كيتكلم حول نكرة الجميل في هذا الفيديو ديالو، كيتكلم حول النفاق، كيتكلم على بزاف ديال الأمور اللي ممكن تكون خطيرة وخطيرة جدا. علاش ما دارتش بيه شكاية؟ علاش ما حطتش عليه منشور؟ واش لان فقط كان الامر بعيد على اسكوبار الصحراء؟ ما عرفتش انا صراحه، كنطرح سؤال. وقت من حميد العلوي مشات لدارهم مريحه ازيرو درهم، ما عندها حتى ريال، الفقر حتى ريال ما عندها. انا عبد ربي كنمشي عندها كنزورها كنطلع على اولا المورال ديالها وكنجلس معها وكنحاول نصبرها وكنحاول ننسق انا وياها باش نشوفوا كيفاش نديروا تخرج من هذيك الورطه، لان كيف ما كان الحال صديقه دودا. وكنت كنعطيها انا فلوس الحمام، ما كانش عندها حتى باش تمشي الحمام، انا كنعطيها باش تمشي الحمام. عادي كتقول لي ما عنديش باش نمشي الحمام، كان الخير موجود كنجبد الفلوس كنعطيهم ليها، فلوس كثيره كنعطيها باش تمشي الحمام. عادي هذه المساله، علاش غادي نبقاو نخبيو هذا الشيء؟ مادام انه هي بغات تهضر في جبدت هذه الامور، غادي نهضروا في كل شيء حنايا، علاش غادي نهضروا غير في 6 شهور؟ نهضروا في كل شيء.
وجريت معها وجريت وعطيت عليها الرشوة وطلبت عليها الناس، وكانت عندي علاقات خاصة أنا، وكانت عندي علاقات طيبة مع التلفزيون ومع جميع الناس وكل شيء، باش قعدناها ونقدناها من ذاك الوحل اللي هي كانت فيه ورجعناها كيف كانت بعد ما شوتات، وطلبنا عليها كيف قلت لك الناس وهذا، ودرت لها أول حفلة درت لها خاصة بها، سهرة في سينما رونيسانس خاصة بها لأول مرة كتخدم حفلة بوحدها، وخدمت. ومن بعد من هذيك انطلقنا المغرب كامل، ما كاينش شي سهرة اللي ما مشيناش لا ما خدمناش فيها بجهد الله ومجهودي الخاص، اللهم لك الحمد. وهادشي راه كيعرفوا كلشي وكيعرفوا السي النفالي، كنعاود نذكر هذا الاسم هذا، كيعرف هادشي كامل، لانه هو من الناس اللي كان ملي كيبغي لطيف رأفت تيتفاوض معايا انا. لطيف رأفت ما كانش كتلبس تكاشط في الاول، قليل كانت كتلبس حتى هي لي روب دو سواري، وعندي صور راهما موجودين، راه نبغيو تبغيو نجبدوهم ما كاين حتى مشكل، كتلبس لي روب دو سواري ما كانوش كيجيو معاها. انا قلت لها لطيفه ما تبقيش تلبسي هذه لي روب دو سواري، غتبدي تلبسي التكشيطه، هي اللي كتجي معاك لطيفه، خليك دائما في التكشيطه كتستر وزيدون كتجي معاك مزيان. هي ما شاء الله عندها واحد الاقبال ملي كتلبس التكشيطه. من تما صافي اتخذت التكشيطه هو الشعار ديالها بالنسبه للخشبه، وانا شخصيا كانت كتعطيني راي، كتقول لي شنو رايك، وكنعزل لها كنقدر نعزل لها التكشيطه اللي غتلبس فهاد الصاره هادي. الانسان ما يبقاش يفوح بزاف، ما يبقاش يتكبر بزاف، راه كاين مراحل باش يوصل الانسان اللي هو فيه الان. كنقول لها راه التكبر راه ماشي مزيان، خاصها تتواضع، راه عندها واحد الاغنيه سميتها تتواضع لله، تفكرها بدات تغنيها حتى هي مره تتواضع لله. وكنقول لها ما تنساش داكشي اللي داز عليها، وما تنساش داكشي اللي درنا ليها، وما تنساش داكشي اللي خدمنا عليها، وبيدور مقابل. دابا كون عاك المقابل، راه المصيبه هي بيدور مقابل، راه كون كان المقابل ما يبقاش فيك الحال، ولكن راه خدمنا بيدور مقابل اخويا، سهرات شحال مخطره والقصاير شحال مخطره وكلشي بيدور مقابل، في سبيل اننا كنخدموا خدمات اخرين بالمقابل، يعني كنديروا هكا وهكا. فاذا ما خصهاش تنسى هادشي هذا، وما خصهاش تنسى نور الدين طنطاوي اللي نقدها من 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 من, من داكشي اللي كانت فيه. كنبغي نشير واحد المساله هنايا، وهو شنو هو الخلاف اللي وقع بيني وبينها حتى ما بقيتش مدير اعمال. الخلاف سهل بسيط، كاين جوج نقاط مهمه، كاين خلاف مادي بالدرجه الاولى، وكاين خلاف ديال 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 شي حوايج ماشي شغلي انا، ما خصنيش نهتم بالعلاقات ديالها الخاصه مع الناس، انا داكشي ماشي شغلي ما خصنيش ندخل فيه نهائيا. انا خاص بالموسيقى، ماشي شغلي في كوريت ولا هضر مع كوريت ولا عيط لك كوريت ولا سير لي عند كوريت، هادشي ماشي شغلي انايا. انا شغلي في الموسيقى، كنعرف على الموسيقى، ما كنعرفش حاجه اخرى من غير الموسيقى، الحمد لله راه كلشي كيعرف هادشي. خلاف مادي، المشكل هو اننا مشينا لليبيا، ليبيا مشينا عند واحد الكاتب معروف ورجل في الدوله معروف كبير في ليبيا، لا داعي لذكر الاسم ديالو. جلست مع جلست مع واحد الاسبوع بواسطه واحد الاخ راه باقي موجود وشاهد كاين موجود، نهار نحتاجو حتى نعيطو عليه. مشينا لليبيا شفنا هاد السيد هذا، جلست معاه واحد الاسبوع، درنا شي مع شي تجارب في الاستوديو، درنا كذا كذا، كان شعبان كان قرب رمضان، نهار فاش بغينا نمشيو بحالاتنا داك السيد عطاها 10000 دولار، 10000 دولار ما يعادل 10 المليون، هادشي شحال هادي كنقول لك راه في التسعينات. الوقت اللي خرجت هي مع المكتب اللي انا ما كنتش انا معاه في المكتب مع هاد السيد، الوقت اللي خرجت مع عنده قالت لي هاد السيد راه ما عطاني حتى ريال، قلت لها انا راه ما يمكنش، والسيد اللي مسؤول اللي لاقانا قال ليها ما يمكنش اختي ما عندك حتى ريال، قالت لي صافي ماشي مشكل حنا غادي نرجعوا عنده في رمضان وان شاء الله غادي يعوضنا كذا كذا. دخلنا المغرب، رجعت في رمضان هي بوحدها بلا اخباري انا كاع، عامله شنطره تخلصت وكلاتني انا في 10000 دولار، يعني سرقاتني بهذا المفهوم هذا، سرقات. ومع ذلك سكت ما قلت حتى شي حاجه، وحتى واحد ما عمرو سمع من فمي هذه الكلمه هذه، السيده سرقتني دات لي رزقي انا لطيف رأفت كنسالها الفلوس، الا بغات تهضر على 6 شهور تخلصني في فلوسي بعد اللي كنسالها وتشكرني على داكشي اللي دوزت معاها، وكلات عندي في دارنا، وكلات عندي في دار اختي، وتحمت عندي في دار اختي، وجبنا لها الكوفوره في دار اختي، هادشي كلشي هادشي في 6 شهور راه ما يمكنش، راه اهانه كبيره هادي. وخلصيني اختي في داكشي اللي كنسالك بعد اللي ديتي لي رزقي اللي سرقتي لي اللي كذبتي، وانت يا حاجه كتقولي هاد السيد ما عطاك حتى ريال، وانت عطاك الفلوس وما شاعر شحال من واحد عطاك الفلوس وكليتيني فيهم انايا وكنخدم وكنسكت. علاش كنسكت؟ لان انا كنحشم من ربي هكا، ربما نكون كاع عاد كاع نقولوا فشلت انا كاع في مديريه اعمال، ولكن شنو هو السبب؟ السبب هو انني كنحشم، وزيد ماشي 6 شهور 7 سنين. في المناسبه ديال عرس لاله حسنة كنت صوبت انا واحد القطعه جميلة جدا من كلمة فتح الله المغاري، الأستاذ كنحييه بهذه المناسبة، كلمة فتح الله المغاري، وكيف كنقولوا حنا في الميدان ديالنا جاب الله فيها التيس، وغنات عليا هي وعجبات الحسن الثاني بزاف لواحد الدرجة كبيرة، كانت هي الأغنية الرسمية ديال ديك المناسبة. في هذه المناسبة خذات في هذه الأغنية هذه خذات، لان كل ما دخلتهاش انا كنت نمشي من اغنيه اخرى ما غاديش تاخذوا كريمه. انا راه ما كنقولش علاش تاخذت كريمه شي حاجه بصحتها، حيت هادشي راه انا كنامن بواحد القضيه سميتها ارز ديال الله. هو المرحوم الحسن الثاني عطاه هي كريمه ديال كار، انا ما عطاني والو، انا قال لي الله يجازيك بخير شكرا، قال لي تبارك الله عليك الله يجازيك بخير، عندي احسن من ديك الكريمه 100000 جنيه وزيدون
كما قلت في الاول انا واحد الانسان قانوع ما شغليش، كنا غادي نموتوا حتى حاجه ما غادي تبقى لا غريمه ولا غيرها. اذا اليوم غير الانسان خد الكريمات ودار الوسام دار الفلوس ولو كيبانوا له المغاربه لا شيء ويخرج يتحلف عليهم عادي نقدر نزج بهم في السجن عادي واكله شربه ما كاين حتى شي اشكال. ولغه التحدي اليوم السيد يتكلم من خلال المضمون ديال الكلام ديالو بان الخصال ديال النفاق لا ديال السرقه لا ديال الكذب كثير من الامور اللي صحضرها اللي كتخلينا اليوم نطرحوا السؤال من خلال المحاضر اللي تسربات واللي قراوها المغاربه كاملين. انا طبعا ما غاديش نقدر انني نبين لكم هذه المحاضر من خلال الصوره لانكم قريتوهم، فبعض الكلام اللي خرج في هذه المحاضر كيوجه تهم خطيره وخطيره جدا لطيفة رأفت. بغينا نعرفوا من خلال هذا الكلام اللي خرجوا للمغاربه كاملين قرب شنو الحقيقه ديال هذا الكلام، واش صحيح نقولوا صحيح للمغاربه واش خطأ نقولوا خطأ للمغاربه. وننتظر في الايام المقبله لاننا نعلم النيه الحقيقيه ديال المغرب يعني في هذا الملف ديال اسكوبار الصحراء وكيفاش ان المغرب يقود حمله كبيره ضد الفساد. الاخوه الكرام ربما توقفوا عند هذه النقطه وكنضرب لكم موعد في حلقه مقبله والى اللقاء.